فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنصيحة النافعة فيما يتعلق بالمآكل في أثناء السفر أن يجتنب الإنسان الإكثار من الطعام حال سفره، لأن الاستكثار يولد الثقل، وإذا نزعه الإنسان بالعمل ربما رجع عليه بالضرر. وكذلك يحذر من الهجوم على أطعمة لا يعرفها لم تكن ببلده، فإنه لا يحسن به تعريض نفسه في حال الغربة إلى كدر المرض، فإن النفس مطبوعة على طبيعة خاصة بماكلها ومشربها، فإذا حولت عنه أضر بها. وينصح بالمآكل التي تشتمل على الحلوى المعتادة بما فيها من تنشيط النفس، وأفضلها التمر أو ما كان مصنوعا منه من الحلويات ونحوها. وفي الشتاء ينصح أن يكون في شراب الإنسان شيء حار ليورثه الدفء،